يا سيرة المختار يا خير السير، كم فيك يا فخر البرية من عبر. يا سيرة المختار يا نهج الهدى، ما مثل نهج المصطفى خير البشر. ذي سيرة المختار أجمل لوحة، فيها من الأخلاق من نبأ الصور. ذي سيرة المختار أسمى قصة، وجل ما جاء الخلائق من خبر. كم عبرة في سيرة الهادي التي فيها لمن رام الهداية معتبر. هيا فدونك يا محب لأحمد من هديه عبرا، فهيا اقفوا الأثر. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبر. بعد أن أوذي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة، خرج داعيا إلى الله سبحانه وتعالى إلى الطائف، خرج ماشيا معه مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. كان كلما مر على قرية أو قبيلة دعاها إلى الإسلام حتى وصل إلى الطائف، لبث فيها أياما. رحلة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الطائف هو عنوان لقائنا في هذا المساء، ونرحب باسمكم جميعا بشيوخنا الكرام. حياكم الله يا شيوخنا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، ولازلنا نتواصل في وقفات في السيرة النبوية. نتحدث اليوم عن الطائف وعن رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في دعوته. نبدأ بشيخنا شيخ ناصر، نبدأ بالعقبات التي تواجه الإنسان في هذه الحياة، كيف يتعامل معها؟ الحقيقة أنه تجاوز النبي عليه الصلاة والسلام لعقبات الحياة شيء مدهش، يعني القدرة البشرية لا تطيق ما كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام لولا تأييد الله. يموت عمه، ثم زوجته، ثم يكذب ويسب ويشتم، ثم يخرج للطائف علّه أن يجد من يخفف عن تلك الأوجاع، ثم يقابل عليه الصلاة والسلام بأشد حالات الجفاء، حتى خرج عليه الصلاة والسلام فما أفاق إلا في قرن الثعالب من شدة ما وقع عليه. دخلها سليما وخرج منها وأقدامه تصب بالدم، حتى كان زيد بن حارثة يغطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجانين الطائف وسفهاءهم يرمون رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحجارة. دون مجدك دماءات الاختبار، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الكارثة اليوم أنه كثير من الناس يغيب عنه النبي عليه الصلاة والسلام في سبل الامتحانات، يتذكر النبي في صلاته وزكاته وصيامه وحجه، لكن يتبخر عن مخيلته حينما ينزل عليه شيء من امتحانات الله جل وعلا، من مرض أو وجع أو فقر، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداوي ويكابد تلك الهموم. أحياناً في أنفاق الامتحانات المظلمة تخرج عليك إشراقات وشعاعات الفرج من الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج من الطائف وكانت دماؤه أو أقدامه تصب دما، فاضطر إلى حائط. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد هذا الحائط، وكان هذا الحائط لاثنين هما ولدان لأكبر خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيبه وعتبه بن ربيعة. جلس النبي عليه الصلاة والسلام في ظلال أحد أشجاره، وإذا بهما تأخذهما الرأفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام والحمية لشخصه. كيف كان هذا الامتحان قد وقع على رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحمل أعباء الاختبار الذي جرى عليه من أهل الطائف، وكان يضع عليه الصلاة والسلام تلك الذكرى المؤلمة في رف الابتلاءات التي تمر عليه صلوات الله وسلامه عليه. يأتي ذلك الخادم ومعه عذق فيه عنب، فيضعه أمام النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج من مكة لهذا الرجل ولا أراده، فقال بسم الله فاندهش. قال أهل البلد وأهل هذه البلاد لا يقولون هذه الكلمة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام فمن أي البلاد أنت، يعني أنت رجل من أي النواحي، أي جغرافية أنت خرجت منها؟ فقال من نينوى.
فقال قرية الرجل الصالح يونس بن متى. قال ما يدريك عن يونس، وش يدريك عن يونس بن متى؟ كيف وصلت إلى خبره وجاءك أمره أنت، وش يدريك عن يونس؟ قال هذا أخي كان نبيا وأنا نبي. فأقبل عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويده وقدمه وقال أشهد أنك عبد الله ورسوله. مهما بلغك من الامتحان ومهما نزل عليك من الاختبارات، حذريك أن تلج هذه الامتحانات إلى قلبك وأن تدخل إلى فؤادك فيرحل منه الأمل بالله جل وعلا وحسن الظن به سبحانه وتعالى. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قطعهم الامتحان تقطيعا، غير أنه ما تجاوز أجسادهم. ربي إني مسني الضر إذ نادى ربه نداء خفيا، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. إذا نزلت عليك امتحانات الله فاجعل قلبك يحوم حول عرش الله، سيأتيك فرج الله سريعا والله غفور شكور. سبحانه. عدم استجابة الناس إلى الدعوة وعدم قبولهم لها حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، الانتقال من مكة إلى الطائف في رحلة دعوة كانت شاقة وعظيمة، فالبحث عن المكان الآخر كيف تتحدث عنه شيخنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام حينما اعترض عليه أهل مكة خرج النبي عليه الصلاة والسلام لوجود ميدان آخر في الدعوة إلى الله، فالداعية إلى الله سبحانه وتعالى له هدف سامي في الدعوة، لا يقف عند طريق محدد. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها آفاق كثيرة وأماكن عديدة، فإذا أغلق لك باب فيفتح الله لك أبواب. النبي عليه الصلاة والسلام ما يأس من دعوة الناس، ولذلك الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فمن بلغت رسالة فما بلغت رسالته. فعلينا نحن كدعاء وممن يسلك هذا الطريق لا يقف عند ميدان واحد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أبواب الدعوة مفتحة من كل مكان، ويمكن للإنسان أن يخوض أي ميدان دعوة يمكن أن ينفع الله به. فمحمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ما وقف حينما أوقفوه عن الدعوة، انتقل إلى ميدان آخر، ولما ذهب إلى الطائف وجد ما وجد من العذاب، ومع ذلك ما يأس ولا قال أن الناس لم يستجيبوا لدعوتي، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذه يعني المعاني الجميلة التي يعيش عليها الصادقين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لابد أن تكون هناك نظرة مستقبلية، أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينتقل في دعوته من مكان إلى مكان، يحوم أماكن الدعوة وينتقل ويجوب البلاد، هكذا هم الدعاء لابد أن يقدموا لأنفسهم الشيء الكثير حتى يجدون بإذن الله تعالى الجزاء عند الله جل وعلا على ما بذلوا في هذه الحياة الدنيا، وعند الله توفى الأجور بإذن الله. بإذن الله. تتكلم وكأنك تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متفائلا في دعوته ويرجو أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يعبد الله سبحانه وتعالى ويوحده ولا يشرك به شيئا. شيخ عبد الله الغامدي، حدثنا عن التفاؤل، التفاؤل بما عند الله سبحانه وتعالى. ويكتب الله خيرا أنت تجهله، وظاهر الأمر حرمان من النعم، ولو علمت مراد الله من عوض لقلت حمدا إلهي واسع الكرم. ظاهر الأمر في قصة النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا يسر، لكن في بواطن الأمور خير من الله تبارك وتعالى، لا بد من التفاؤل. طب أنا أسأل سؤال، ليش نتفائل؟ ليش يتفاؤل هذا الإنسان؟ لأن والله لا يقع شيء في هذا الكون إلا بأمر الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، لكن الله شاء أن يفعل هذا الأمر، وكل شيء فصلناه تفصيلا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل شيء مكتوب، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. يتفاءل الإنسان لأنه أمر مكتوب من الله تبارك وتعالى، يتفاءل الإنسان لأنه يحسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي يقول الله تبارك وتعالى، يتفاءل الإنسان لأنه مأجور على هذا الألم وعلى تلك المصيبة، يقول الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله
ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. ما إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فيتفاءل الإنسان لأن ذلك مأجور عليه، ولأن ذلك مكتوب، ولأنه يحسن الظن بالله، ولأن الله سيعوضك خيرا. الله أكبر. طيب شيخ بدر، يعني ذكر الشيخ عبد الله عن لماذا نتفاءل، فكيف لماذا نتفاءل يعني شيخ بدر؟ كل مسلم يجب عليه أن يكون متفائلا، لأنه يؤمن بالله عز وجل ويعلم أن الله على كل شيء قدير، فيتوكل على الله سبحانه وتعالى، والله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يتفاءل المسلم لأنه يعلم يقينا أن النصر لهذا الدين، وأن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، فلذلك يكون المسلم متفائل بانتشار الإسلام وظهوره، كما قال الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر، وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل في الأزمات، ففي بداية الإسلام عندما كان المسلمون في بداية الإسلام يعذبون، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. في طريقه في الهجرة وهو مطارد، هو صاحبه أبو بكر رضي الله عنه، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. في غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الصخر ويقول الله أكبر، أتيت مفاتيح اليمن، أتيت مفاتيح الشام. يتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم في الأزمات. إذا لم يكن التفاؤل في الأزمات فمتى يكون؟ وهكذا أيضا منهج العلماء الراسخين العارفين بالله عز وجل، دائما تجدهم متفائلين. اللي عنده علم بالله تجده دائما متفائل. فهذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في المعركة، معركة شقحب، كان يحلف بالله في المعركة ويقول للأمراء والناس والله إنكم لمنصورون. قالوا قل إن شاء الله. قال والله إنكم لمنصورون إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. الله أكبر. يتأول قول الله عز وجل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وهكذا المسلم دائما يكون متفائل بالنصر لهذا الدين. وهذا النصر الله عز وجل شرط عليه شرط واحد، وهو أن ننصر الله عز وجل في هذا الدين، وأن نقوم به ونأتمر بما أمر الله وننتهي عما نهى الله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. جعلنا الله وإياكم من المتفائلين دائما. في رحلة الطائف مواقف كثيرة وعظات عظيمة، منها الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. شيخ عبود حدثنا عن الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف وكان يحمل آمالا وطموحات، كان يتمنى أن يدخلون الناس في دين الله، ولكنه رأى عكس هذا ونقيضه، ورأى السب والشتم، فأخرجوه من الطائف وهو يرجم، فهام على وجهه حتى وقف في قرن الثعالب، ثم علم أنه لا منجا من الله إلا إليه، توجه إلى ظل تلك الشجرة. هذا العبد المؤمن عندما تصيبه الكروب والمصائب والشدائد العظام يلجأ إلى الله، واستقبل القبلة وقال الله أكبر. يستشعر هذه الكلمة
الله أكبر من همومي، الله أكبر من غمومي، الله أكبر من قضاياي، الله أكبر من كل فتنة ومن كل مصيبة ومن كل شهوة. التجأ إلى الله وافتقر إلى الله، لأنه سمع الله عز وجل عن طريق جبريل وهو يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا رب فقير إلى عفوك وإلى مغفرتك وإلى رضوانك وإلى نصرك وإلى تأييدك وتثبيتك. فكان له ما طلب ودعا، ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. وفي ثنايا هذا الدعاء قال: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. هذه قمة الافتقار إلى الله عز وجل. يا رب لا أنصر إلا بك ولا أؤيد إلا بك. وهكذا هو حال الأنبياء. لما تتأمل في حال الأنبياء، 25 نبي ذكرهم الله عز وجل في القرآن، تجد أنهم كانوا يفتقرون إلى الله. أيوب عليه السلام لما مسه الضر 17 سنة، وقيل في بعض الروايات 40 سنة، قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يفتقر إلى ربه، إلى خالقه، إلى مولاه. فلما رأى الله عز وجل هذا الفقر وهذه المسكنة وهذا الذل بين يدي الله عز وجل، يقول ابن حجر عن الدعاء والافتقار إلى الله، قال: هو قمة الذل والإخبات والعبودية لله عز وجل. لما يرى الله عز وجل هذا القلب وهو يفتقر إلى الله ويناديه ويناجيه ويدعوه، تأتيك ويذهلك عطيات الله عز وجل. إيش قال الله لأيوب؟ قال الله عز وجل: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ويونس عليه السلام لما وقع في هذه الشدائد العظام وفي هذه الظلمات الثلاث، نادى في الظلمات، افتقر إلى الله، حقق التوحيد في أركان قلبه، فعلم الله صدق مقاله فأنجاه الله عز وجل. قال: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيش كانت العقبة؟ قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي يونس. لا، رحمة الله أوسع وفضله أعم وأعظم. قال: وكذلك ننجي المؤمنين. رسالة إلى كل مكروب، إلى كل مبتلى، إلى كل من ضاقت به الدنيا، أنك إذا ناجيت الله وافتقرت بين يديه وحققت هذا الافتقار والذل وحققت أركان التوحيد في قلبك، أن الله سينجيك وسيفرج همك وكربك. الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم لجأ إلى الدعاء وافتقر إلى الله سبحانه وتعالى. فشيخ منصور، حدثنا عن أهمية الدعاء، أهمية اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة، والله جل وعلا ما خلقنا إلا من أجل العبادة. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء هو العبادة، يعني من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله أن يرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب. وهذا هو حال الأنبياء مثل ما ذكر الشيخ عبود. الله عز وجل يقول عن زكريا: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فحال الأنبياء مع الدعاء عجيب. انظروا وتأملوا إلى زكريا في سورة مريم، ماذا قال الله عز وجل عنه عندما كان يتذرع ويرفع يديه إلى الله؟ قال الله عز وجل: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. زكريا عليه السلام عندما رفع يديه إلى الله، قبل أن يرفع يديه عمل بأربعة أمور: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، حقق العبودية، إذ نادى ربه نداء خفيا، كان مخلصا لله، ثم أبدى فقره وذلته بين يدي الله عز وجل، قال: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. الرابعة:
ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يا ربي أنت ما عودتني إلا العطاء. فالإنسان يحسن الظن بالله عز وجل أن الله عز وجل يستجيب دعائه. يقول عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، لأن ربي جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. انظر وتأمل في سورة البقرة عندما قال الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، إلا الدعاء قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما قال ربي قل لهم إني قريب، بل مباشرة قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فبالدعاء لا يعرف الإنسان الشقاء. الله أكبر. جزاكم الله خير يا شيخ منصور، وجزاكم الله خير يا شيخنا الكرام على هذه الحلقة، وشكر الله لكم وبارك الله فيكم وفي علمكم وفي ما قدمتم. الشكر موصول لكم أنتم متابعين الكرام على طيب المتابعة، وإلى أن نراكم في حلقة قادمة من برنامجكم عبر، أنتم في حفظ الله والله يرعاكم. يا سيرة المختار يا خير السير، كم فيك يا فخر البرية من عبر. يا سيرة المختار يا نهج الهدى، ما مثل نهج المصطفى خير البشر. ذي سيرة المختار أجمل لوحة، فيها من الأخلاق من نبأ الصور. ذي سيرة المختار أسمى قصة، وجن ما جاء الخلائق من خبر. كم عبرة في سيرة الهادي التي فيها لمن رام الهداية معتبر. هيا فدونك يا محب لأحمد، من هدي عبرا فهيا اقفوا الأثر.